السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اختي جميله. اشنو كديري هنا؟ شفناك هنايا كتصوب. دابا نصوب واحد شويه الفداوش باش نتعشاو. فداوش؟ بهذه الطريقه هذه وفي هذا الوضع هذا. كنا بحالتنا وكنا كلشي واحنا دابا في الزنقه. شحال دابا في الساعه كنصوب؟ دابا نتوما في الزنقه ياك؟ في الشارع السويسي. الشارع. اشهر دابا يا اخي. كتاكلوا في حركه ياك؟ انا راني راده لي راه الجميله لي وانا راده لي دابا. ها هي الجميله. وانت هذا معاق. انا سيد معاق. معاق. كتطور معاق حتى كتشوف حالها. شهر دابا ديال الايام وانا ما كاينش اللي يذكرني دابا. كيتسالي الكراك كتسالي المسائل ما عندي ما نصير والو الحال حال الله. والبلايص اللي كنعيش فيها هي اللي تاريخ فيهم. كتعيشوا هنا. لكن عوام ريبوا لينا دابا خلونا كاع اللي كنتسناو. باش واحد ما جا عندنا مسؤولين يقول واحد طلع علينا. الناس مسؤولين ما بقاش عندنا حتى واحد. اللي تذكرني وقت الناس وشتاو الغيث علينا في السموح حنا ما كنعزوش انا دابا مريض. انا دابا غتشوفني وفي كاع تسدوا لي دابا والدار والكلاي مزير من صدري وكل شيء ما عنديش باش نريد الدور. والله غالب وهاد الناس ما داروا في الحساب هادشي ما عمر طلعوا علينا في الجوار وعمر عمرو حتى حاجه شو هذا كان طيب هذا ما لقيناش هاد المراه نموتوا بالجوع حنا ليل ونهار هنا ما عمر مشينا لشي بلاصه كان باتوا هنا ضلوا هنا والله يصحيح قلت لي باش غتعشاو الليله بالما قرريه تشتي الشعريه كيلو ديال الشعريه خير عيا فيها حنا كنا 15 واحد هنا 15 واحد غناكلوا كيلو الشعريه هذا جيت على قبل العباسين 15 ديال الناس 15 تاع الناس غناكلوا كيلو الشعريه حنا كلنا وشراو لينا عام الناس باش نبداو نكذبوا شرينا من جوا ما عندنا الله كيجيو عندكم الناس هنا شويه كيجيو لكم ماكله كذا هما اللي نافعين المحسنين فيه خطيب هذا هي باش يبقى كيبغوا يشتي هذه ديال هي الشعريه هذا راه غياكلوا فيه 15 راه جابوها لنا غير الناس محسنين 15 واحد خلف عليهم كثر خيرهم هما اللي جابوها لنا باش تعشوا والله غالب 15 واحد هما هاد الناس كلشي مراد كلشي بارك ما عندكم لا باش تعشاو ولا والو والو باش غنشريو حتى شتي انا درهم ديال النعناع ما عنديش 3 سنين وحنا قاعدين بلا خدمه ملي ريبوا لنا الماء حنا قاعدين الله الله فين غادي نمشيو قلت لو يديروا معنا الحوار والو ما عمرك شفنا شي واحد طلع علينا واش ميتين ولا حيين ولا والو لا حول ولا قوة الا بالله شي حاجه كون كان شي واحد البيدوزه ديال الماء باش كنسقيو الماء نعم البيدوزه ديال الماء باش كنسقيو الماء الماء كنشوف على دايا كنطلبوا في الماء لا حاجه ما كاينه كاين الله سبحانه من غيره ما كاين حتى حاجه في الدنيا راه غا اليوم حنا فوق وغدا تحت يديروا بحسابنا يتهلاو فينا ويديروا رسم مواتهم ويديروا رسم ولادهم داوق عليهم ويشعف يحنوا فينا شويه راه العيد هذا راه عندي ولادي انا راه الشهر دابا هما كيمشيو ونعرفوا هاد الناس زين عندنا طلبناهم يشربوا ونطلب لهاد الناس قلنا لهم ودوا عطونا داو لنا محلاتنا وحنا كنطلبوا من النظر من سيدنا يجي يشوفنا قلنا سيدنا يجي سيدنا الله ينصرو قالوا لنا راه جاي غادي نحولكم ليه يمشي سيدنا وداك الشيء غادي نردوكم في بلايصكم بلا وجدنا لكم غادي نرجعوا لمحلاتكم مشينا قعدنا خدمنا 10 ايام تما ما كاينش اللي طلع علينا انا غادي لبلاصتي ملي جيت نشوف البلاصه ديالي لقيت فيها خمسه ديال الناس خشوني مع خمسه وانا معاق خرجت بحالات زيد حوايجي وخرجت نقلب ما قرقنتش نهار واحد ما عمري خدمت ثلاث سنين دابا لحد الان انا قاعد دابا شوف انا معاق انت كتشوف باش كنكذب ها العكاز ديالها وكل شيء واحد غادي ينسوا دجاجو عيالات في بابي واش انا محارب 31 سنه ملي جيت عطوني خشوني في خمسه الناس كل واحد عنده ربعه جلي جات عطوني بزاف دابا انا كنطلب كل واحد يعطوني محل ديالي انا كل واحد ومحلو والبلاصه ديالنا في كنا تريج ديال هنا هنا في الترويج الله يسلمك كنا غنعيشوا في هذا المكان في هذا المكان ياك نموتوا ولا نعيشوا راه والو عطنا الله عاش سيدنا عاش الملك عاش محمد السادس حنا بغينا سيدنا ينتظرنا ويشوف فينا ونبقاو في اي واحد ويحنوا علينا ونحيدوا من هذا السمره وهذا الشتا وهذا البرد يشوفوا والديهم واش غادي يوقع لهم بحالك يشوفوا اختهم واش توقع لهم بحالك امهم توقع لهم بحالك يديروا حتى هما بحالنا بحالهم حنا يهود احنا راه مسلمين احنا ما باغيين والو عيد هذا بارك في الشوق في البرد وفي تحت بينا باش نعيشوا نعيشوا ولاد ابتداء من الغدا ابتداء من الغدا ان شاء الله شنو غديروا؟ غادي ندخلوا في اضراب عن الطعام جماعي قلنا شحال قضيتوا من يوم هنا؟ قضينا 30 يوم 30 يوم في البرد ديالها في الشتا ديالها في الشتا في البرد قطرت عندنا الشتا كنعسوا كنباتوا نفكوا في الغيس ملي يدخل لنا الماء نباتوا نحفروا نباتوا تحت الميكا كتخطر علينا الحمد لله وشكرنا الحمد لله هاد الناس المسؤولين ما كاينش اللي يسول فينا ولا اللي بقينا فيه ولا روز علينا الصباح روز علينا الماء نو معاك نعم مولش ما تقول القيامات كاع علينا بزاف نعم علينا معاناة خايبة مع الشتا مع البرد
القياطر كيتهزوا علينا من البرد وحنا ناعسين. قال لي بغاو تشوف فين بغاو ينتابوا. قال لي وانا خدام بالعتله مع العتله هي نجيب لك تشوفها. نعم ماشي شنو كدير بهاد العتله؟ كنسرح بها الماء. وقال لي وانا نهز الميكا على العيالات كنطيح ديك الماء يطيح ما يبقاش ما يطيحش علينا باش ما يسردوش. وكنولي كندير واحد الوني وكنصافط الماء يمشي بعيد باش ما يدخلش ليه من تحت الزربيات وهداك الشيء. شنو باقي الطلب الرئيسي ديالكم من منذ البدايه؟ واش كاين باقي نفس الطلب ولا؟ باقي نفس الطلب. الناس يبنيو لكم في المكان اللي المحلات ديالنا في بلايص اللي كنا فيه. المحلات ديالنا في بلايصنا في المستوى، يعطيونا محلات في المستوى في بلايص ديالنا. الواجهة الواجهة على الشارع. وحنا دابا شكون اللي كتعتبروا انتم متورط رئيسي في هذه العمليه؟ وحنا كنوجهوا النداء ديالنا. لا اللي كتعتبروا اننا ادى لكم حقكم هو عامل اقليم. عامل اقليم جديده هو اللي ادى لنا حقنا، هو اللي غصبنا في حقنا، هو اللي ضيعنا في حقنا. هو عامل اقليم، هو الاول اللي كنوجهوا ليه هانتوما الاول والاخير. هو عامل اقليم. عامل اقليم السيد باشا اللي ما عمرو استقبلنا واللي ما عمرو السيد باشا ما درنا طلب. درنا طلب مقابله من 2011 كنديروا في طلب مقابله. عده شكايات عده وقفات ما خلينا ما درنا مع هذا السيد العامل لا اذانا صغير ما كيجاوب على شكايات. ضيعونا في كل شيء. حنا انا واحد من مرات انا عندي بلاصتي هنا معاهم. حنا ضيعونا في رزقنا منذ 3 سنين. اصحاب الشوايه اللي كانت عندنا. حنا اصحاب الشوايه اللي كنا هنا مده على ما يزيد 30 عام. والدينا كنعقلوا فيهم هما اللي داروا هذا الشوايه الصوره الاول. انه جاي المالك. مات والدينا وكل شيء. قالوا لنا بان غادي يجي صاحب جلاله هنا بهذا الوعود بهنا باش 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 فهمونا على البلاصه. حولوا لنا البلاصه تما ما خداماش. عزلونا 15 واحد فحال الصندوق ديال السدين وحطونا فيه 15 واحد ما جاناش حتى نص متر للواحد. واش حنا 15 واحد غادي نخدموا في المحل؟ ان شاء الله نزوركم ان شاء الله ونكملوا الحال. مرحبا. ياك حنا اعتصام راه في مده شهر من 7 فهاد الشهر وحنا في الاعتصام. اعتصام في الشارع؟ اعتصام اضراب عن الطعام. غيديروا اضراب عن الطعام. ناخذوا اضراب عن الطعام في نفس المكان. من بعد ما خدنا الشهر ديال الايام ديال الاعتصام في نفس المكان دون جدوى. ولذلك غادي نديرو غناخذوا معركه اخرى اللي هي اضراب عن طعام مفتوح جماعي. ومن بعد لما نبوش النداء ديالنا غادي نديرو مسيره حاشده من هنايا حتى العماله. ونقصد الحال غادي نقدروا نمشيو حتى الرباط على الاقدام. تبعكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي القرفي. نعم اسيدي. انا من كتواجد هنا في وقت متاخر من الليل. نعم في المكان ديال الشوايه سابقا. نعم. انا كنضامن. شنو جيتي هنايا بغيت تشري شي حاجه ولا؟ كنضامن مع هاد الاخوان هنايا اللي يتهضموا من الحقوق ديالهم. هاد الناس شي دنيا انا بغاهم. نعم كنضامنوا مع هاد الناس. نعم السلام عليكم بدا. نعم كنضامن مع هاد الناس ياك؟ كنضامنوا مع هاد الناس اللي تهضموا الحقوق ديالهم. حنا منذ الصغار ديالنا حنا كنعرفوهم بحال هاد الناس كنعرفوهم كانوا كيديروا الشوايه هنايا وهما كينصبوا عليهم وكيلوحوهم هنا. راه حرام هادشي من جهه الله. انا كنعلن على التضامن الكامل والمطلق لهاد الناس هادو اللي ضاعوا مساكن في حقهم وما كاين حتى شي حوار مع السلطات ولا اتصال معاهم حاليا. لا شافك شي واحد غيقول لك انت راه معتصم معاهم ياك؟ لا متضامن معاهم ولا اقتضى الحال نعتصموا معاهم. في كاين المشكل كاع كاين المشكل هذا يعني الناس كنعرفوهم حنا منذ الصغار ديالنا. يعني هما في اعتصام الان وانت متواجد بيناتهم يعني انك راك داخل معاهم في هذا الشكل الاحتجاج. لا بيان سير متضامن معاهم. مالنا حنا ماشي مسلمين. راه خوتنا ومهضومين من حق. شو المرا كتبلغ 70 عام مسكينه انت ومشرده هنا باركه هنايا ما حرمش بجهه الله. راه حشومه خصهم يديروا معاهم شي حالة السلطات يفتحوا معاهم باب الحوار. نتمنى لكم ذلك. شكرا. خصهم يفتحوا معاهم باب الحوار. شكرا السي الصبار.